جسام الصافي من واسطه. رح نتحدث عن واسط في عاملها الاول عن انتاجاتها الحكوميه في القطاع الزراعي. صباح الخير يا ابتسام. صباح الخير عليك يا صبا، صباح الخير على آن، وصباح الخير على كل أهلنا وناسنا في جميع محافظاتنا الحبيبة، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة العراقية. محافظة واسط من المحافظات الداعمة للاقتصاد الوطني، لأنها سلة خبز العراق وتشتهر بإنتاج المحاصيل الاستراتيجية المهمة كمحصولي الحنطة والشعير، وذلك لأنها تبوأت خلال السنوات الأخيرة المركز الأول في إنتاج هذين المحصولين بسبب ما تتميز به أراضيها من خصوبة، ولديها الكثير من الأراضي الشاسعة والواسعة التي تصلح للزراعة. محافظة واسط تغطي ما يقارب 30 إلى 35 من المنتوج الوطني، وتنتج ما 600 ألف طن أو أكثر، وتوفر مادة الطحين الغذائية للمحافظات الأخرى ومنها واسط. لإطلاع أكثر على إنجازات الحكومية وعلى الموسم الزراعي الجديد، سنلتقي بالمهندس أركان مريوش مدير زراعة واسط، يتحدث تفاصيل أكثر ونتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. السلام عليكم. السلام، صباح الخير عليكم جميعا، أهلا وسهلا بكم. طبعا واسط احنا نسميه عاصمة العراق الزراعية لما تمتلكه من المشاريع الزراعية على مستوى المساحات الزراعية بالحبوب، وأيضا على مستوى مشاريع الثروة الحيوانية، الأسماك، دجاج اللحم، بيض المادة. فواسط احنا نعتبرها هي سلة خبز العراق وأيضا عاصمة العراق الزراعية. طبعا احنا استعداداتكم للموسم الزراعي الجديد. نعم، طبعا احنا بدأت حملة الاستزراع في المحافظة يعني قبل تقريبا اسبوع. احنا الخطة الزراعية اللي تم اقرارها بحدود 400 الف دونم للحنطة، بدينا احنا كمديرية الزراعة في المحافظة وايضا كلجنة زراعية بالمحافظة بدينا عملية توزيع البذور على المزارعين. حاليا كوادرنا تقوم بالعملية بتجهيز، احنا وزعنا حدود 50 كيلوغرام للدونم طبعا من بذور الرتب العليا اللي هي الموجودة المحلية. طبعا هاي البذور مدعومة 70% من أسعارها هي طبعا بالبذور يعني تكلف مبالغ عالية، قرار مجلس الوزراء بدعمها 70% أصبحت يعني بالنسبة لأسعارها مناسبة جدا للفلاحين. لكن احنا تعرفين الوضع العام للبلد، هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع الزراعي واللي هي بالأساس هي مشكلة الموارد المائية. يعني احنا لغاية الآن يعني الحكومة العراقية ما وصلت لمعالجة المياه. تعرفين احنا بلد زراعي، يعني احنا خاصة بمحافظة واسط يعني احنا اكثر سكاننا هم يحتاجون بحياتهم على الزراعة، وبالتالي اليوم الخطة اللي انطوها لمحافظة واسط هي خطة يعني صحيح هي ثلث الخطة اللي قررت للبلد، لكن يعني على إمكانية المحافظة الزراعية نعتبرها يعني لا تلبي طموح المزارعين وأيضا قليلة جدا. يعني إحنا تم يعني 400 ألف دونم قياسا لأربع ملايين ونص دونم مساحات زراعية نعتبرها شيء جدا يعني قليل ما يلبي رغبات الفلاحين، وأيضا يعني هناك صعوبة توزيع على العقضية والنواحي. يعني إحنا وزعناها على حسب نسبة المساحات في كل قضاء وفي ناحية، لكن هي قليلة جدا. المهم يعني الخطورة اللي تمر بالعملية الزراعية حقيقة يعني مرحلة صعبة جدا، يعني مو فقط على موضوع شحة المياه ولكن حتى على موضوع المستلزمات الزراعية. احنا اليوم أستاذ، بس الحكومة المركزية من الداعمين للقطاع الزراعي ومنحة القروض ومنحة الاستحقاقات للفلاحين والمزارعين، انت شلون تشوف الدعم الحكومة المركزية لقطاع الزراعة خاصة هنا في واسط؟ طبعا بالنسبة احنا كدعم للحكومة، طبعا الحكومة كانت يعني بالسنين السابقة اللي يعني لحد 2016 توقفت المبادرة الزراعية، كانت يعني ساهمت بشكل كبير في انعاش القطاع الزراعي بمحافظة واسط. احنا اليوم اغلب المشاريع اللي زراعية الموجودة بالمحافظة اللي هي تختص بالثروة الحيوانية على مستوى الدواجن، الاسماك، باقي المشاريع هي كانت بفضل المبادرة الزراعية. فاحنا من خلال قناتكم الكريمة ندعو الحكومة العراقية لإعادة النظر بالمبادرة الزراعية.
الزراعية، لأن هي تمكن المزارعين يعني من تشغيل مشاريعهم، إعادة إنشاء مشاريع جديدة. احنا شوف اليوم واصلت من نقول تشارك تساهم بالإنتاج الوطني بحدود 30 إلى 35%، هي اجت نتيجة للمشاريع المبادرة الزراعية. يعني حقيقة كانت يعني طفرة نوعية نقلتنا احنا. الليلة العشرة كان عندنا 50 مشروع للدواجن، اليوم عندنا بالحدود 600 مشروع، يعني بين شركات كبيرة وبين مشاريع صغيرة، وحتى على موضوع الأسماك والباقي البنى التحتية. شكرا جزيلا. تبقى هي واسط سلة خبز العراق، أو أحبة من أحد المزارعين. إحنا الآن متواجدين في مزرعة الأستاذ حاتم، وراح يتحدثنا عن مزرعته وشنو تنتج من محاصيل. بس أستاذ شوية ما شاء الله. بالبداية أهلا وسهلا بكم، صباح الخير على الجميع. واسط تعرفون سلة خبز العراق تشتهر بأنواع المحاصيل الزراعية وكذلك الثروة الحيوانية. أنا عندي هنا تقريبا مشاريع متكاملة، حتى من ضمنها مشاريع المخازن المبردة، اللي هي نأكد على موضوع مخازن المبردة حتى نحافظ على المنتوج المحلي في فترة الذروة. عندنا زراعة الحنطة والشعير محاصيل شتوية، كذلك بساتين النخيل والأشجار. الحمد لله، يعني بس عندنا مشكلة الموارد المائية مثل ما ذكر السيد مدير الزراعة، أنه أكو نحتاج يعني الدولة لازم تطالب الدول المجاورة بخصوص حصة زيادة حصة العراق المائية. زين، أنت كمزارع شلون تشوف الدعم الحكومي للقطاع الزراعي كمزارع، كتوفير يعني مستلزمات ومتطلبات الزراعية؟ طبعا الدعم نقدر نقول أكو دعم، موجود دعم للقطاع الزراعي، لكن نحتاج أكثر. أكيد طبعا، أكيد الحكومة عندها تحديات كثيرة مو فقط القطاع الزراعي، لكن الحمد لله يعني، وخاصة موضوع زيادة أسعار المحاصيل. من رفع الدعم عن الأسمدة لازم ينظر إلى جانب رفع أسعار المحاصيل الزراعية، وخاصة المحاصيل التي تسوق إلى الدولة. شكرا جزيلا أستاذ. أو مثل ما تشوفون يعني واسط هي سلة خبز العراق وتبقى سلة خبز العراق. هناك تدارس في حالة يعني ازدياد هذه النسبة، في حالة تساقط ازدياد تساقط وهطول الأمطار في المحافظة، بالإمكان أن تكون النسبة أكثر من 80%، أي ما يقارب المليون دونم تتم زراعتها هنا في محافظة واسط. الحكومة المحلية من جانبها بالتنسيق والتعاون المشترك بالتأكيد مع مديريتي وزارة الزراعة ومديرية الموارد المائية أعدت خطة لهذا الموضوع، للموسم الزراعي الشتوي، من خلال يعني التوجيه. نعم ابتسام، شكرا لك، كنت ويانا في جولة من خلال لكن كنا نتمنى أكثر جولتش تكون في قطاعات الزراعة، حتى اليوم نشوف أيضا الكوت شنو محققات. اليوم شفناها بالتعليم والزراعة، ونتمنى في مختلف القطاعات الأخرى، كانت الصناعة والتجارة. شكرا لك ابتسام، كنت ويانا من الكوت.